اول حاجه مرحبا بكم والف مرحبا، نهار كبير هذا بالنسبه ليا. تاني حاجه السبب اللي خلاني انني باش نفتح قناه على اليوتيوب وهذا، كما كتشوفوا اول حاجه النظره ديال المجتمع انك تخرجي تخدمي وانك مطلقه، يعني كتكوني معرضه بزاف ديال الحويجات. انا تفاديت هذه المراحل كامله، ما بغيتش نوصل لها، وقلت غادي نبدا حياتي نقيه، نكمل حياتي انا وبنتي بحكم عندي بنيتها. يعني نتوما عارفين الوضع، ان تكون مطلقه وعندك بنيتها يعني مصاريف وشحال قد الوالد غيبقاو هازينك. يعني قلت هذا هو الحل الوحيد اللي غادي ندير، ما كاينش حل من غير هذا. بالخصوص حاجه اخرى واللي هي الاهم، قله الصحه. قله الصحه يعني كتخليك دير شحال من حاجه، يعني انت الانشطه ديالك تكون محدوده بحكم شويه ديال المشاكل الصحيه. صافي حياتي وقفات، ولكن انا بحكم بنتي كنشوفها، يعني بغيت نشوفها احسن بنت، بغيت نربيها احسن تربيه. هذا هو الحل اللي لقيت قدامي، انني ندير قناه على اليوتيوب تكون حياتي نقيه، صوره زوينه لبنتي من هنا لقدام، تشوف امها ام صالحه، ام زوينه، يعني تكون فخوره بيا. هذه اهم حاجه. عندك ما دير، لا غير نقول انا معك. بالنسبه للقناه ديالك هي فيها منوعات على شكل الفلوغ، ولكن كنشوفوا بشكل كبير هو كانك كتقدمي وصفات ديال الطبخ. واخا احكي لينا على التجربه هذه. شنو نقول لك، زعما كاينه يعني بحكم ان ست بيت، يعني جالسه في الدار، يعني الطياب شنو، ما كاينش شي حاجه، يعني بان لي صافي غندير داكشي اللي قسم الله. يعني حتى الاكلات اللي كندير يعني على قد الحال ديال الناس الدراويش، يعني في متناول الجميع. هذا هو يعني. وبالنسبه لي فلوغ مثلا الخرجات، يعني كيكونوا خرجات خفافين، كنقول نشارك مع خوتي وحبابي المغاربه، يعني بغيت بالفضل ديالهم انهم يوصلوني، انهم يعاونوني، لا بغى الله اي حاجه توصل. السيستيم والطريقه اللي غادي بها القناه ديالك في عكس فتيات روتيني اليومي اللي طفاو السطح مؤخرا. اش غنقول لك، يعني هذا الموضوع انا بالنسبه لي موضوع مهم غادي نهضر فيه. اش غنقول لك، يعني بحكم انني مطلق، هذه نقطه اساسيه غادي نركز عليها. كما كنشوفوا مطلقه كتخرج للزنقه، كتلقاها هي في الامارات، هي في السعوديه، هي في هذه، لا انا غير هاك مطلقه، ولكن غادي نكون راسي براسي، يعني ماشي غادي نخرج روتين يعني مخالف للقانون ومخالف للحياه. هذه حاجه، يعني بغيت مادام انا اختاريت هذا الطريق بالاحترام وبالحشمه وداكشي، يعني غنمشي في هذا الطريق يعني بما يرضي الله. يعني روتين راه فهمتي، حاولت انني نلخصو لك بزاف الحويجات. ودابا كنشوفوا ان القناه ديالك تبارك الله يعني بداش في الطريق الصحيح. الحمد لله، اللهم لك الحمد. قبل ايام قليله اكتيفيتي الادسنس، الحمد لله. دابا الان انت غتعيشي تجربه من نوع الحمد اخر. الحمد لله. كيفاش كتخيلي راسك من هنا لقدام؟ شنو نقول لك؟ اول حاجه معايا مطولا، عندك احلام، عندك حاولي تشاركينا بالاحلام اللي كيروجوا في المخيله ديالك الان. شنو نقول لك، يعني ما حدي انا كنزيد لقدام، وانا كنفرح اكثر. كما كتعرفوا اول حاجه كنفرح لمستقبل بنتي، ثاني حاجه بغيت نعود الوالديه ولو غير شويه، هذه حاجه مهمه. الاب ديالي بغيت نوفر له شحال حاجه، بغيت نصيفطو الحاج يستاهل. بالخصوص هذه الفتره مرض بزاف بصح، وحنا كنشاطروك الاحزان ديالك كما كنشاطروك الافراح ديالك. شفنا اخر فلوق ديالك، يعني كان الوالد ديالك كان بزاف ديال الناس دعاو معاه، منا وحنا شخصيا نتمنوا ليه اول حاجه الشفاء العاجل. شكرا بزاف. ما بغيناش نشوفوك في الوجه اللي انت حزينه، بغينا نشوفوك فرحانه كما استقبلتينا بفرحه. ربي يخليكم، ربي يخليكم، الله يخليكم. الان حنا جينا ضيوف عندك، مرحبا والف مرحبا. فين كتعيشي؟ شفنا المعدات البسيطه اللي كتخدمي بهم. مرحبا. رساله ديالك دابا تكون للفتيات العازبات وكذلك المطلقات. رسالتي بالنسبة لأول حاجة للفتيات العازبات، كنوجه لهم رسالة وكنتمنى أنهم يديروا بها. البنات أنا ما نصحكمش أنكم صافي الزواج وصافي، لا، الزواج مشاكل، بالخصوص إذا كان
يعني ما كانش فيه الاستقرار المادي والاستقرار المعنوي. يعني انا كنفضل ان البنت انها تقرا، يكون عندها مكانه في المجتمع، تكون عندها على الاقل شي خدمه اللي تعيش بيها. وما كنصحش ان البنت صافي تتزوج صافي تجلس في الدار صافي، لا، هذا غلط كبير. ونيت انا دزت منه وواجهت بزاف ديال المشاكل وديال العراقيل. ما نبغيش انا خواتاتي المغربيات ولا المسلمات يعني انهم يتحطوا في هذا الموقف اللي تحطيت فيه انا. واخا، والرسالة اللي تبغى توجهي للمغاربة اللي كيشاهدونا الآن عبر قناة شوف تي في؟ المغاربة أحبابي وعلى راسي، وبالفضل ديالهم قناة أم هاجر شاني غادا القدام وفي القمة، كنطلبهم وكنترجاهم أنهم يوقفوا معايا ويدعموني ويعاونوني، بحكم راكم عرفتوا دابا كل شيء. غنكون فخورة بوجودكم معايا، كما كتشوفوا قناة محترمة وقناة يعني نقية زوينة، وأنا تحت الأمر ديالكم. يعني إن شاء الله غتحسن الوضعية، غادي يتحسن المحتوى، غادي يتحسن بزاف ديال الحويجات، وكنتمنى الدعم ديالكم، هذه أهم حاجة.